ازيك عامل ايه؟ مبروك، الله يخليك يا كابتن، الله يكرمك. الله نتيجة يخليك. كبيرة، وخصوصا لما بتبقى فرقة بعراقة ومكانة واسم الاسماعيلي بالتأكيد بتبقى في الأذهان، يعني النتائج ديت ما بتتنسيش. قول لي أحداث اللقاء وإزاي اتعاملت معاها يا كابتن عادل. كابتن سيد، أنت عارف إن الهدف قبل المكسب، الهدف إن إحنا بنعمل تيم أمل للنادي الأهلي. فالنهاردة المكسب حلاوته مش في عدد أجوانه بس، النهاردة في أعمار السنية بتاعت اللاعبين، ودي حاجة مهمة جدا. يعني نادي الإسماعيلي النهاردة بيلعب بثلاثة من الفريق الأول، وكل اللعيبة عنده 97 و98 بكتير، بس يمكن معظمهم 97. أنا التيم النهاردة بتاع النادي الأهلي فيه أكثر من 6 لعيبة، منهم 2 2001 ومنهم 4 2000، ثلاثة يعني مكمل اللعيبة، وثلاثة كمان 99. عندي 2 3 لعيبة اللي هم 97 وال98 في حوالي 3. دي كانت الملخص اللاعبين النهاردة. يمكن احنا لما فكرنا ألعب المباريات، أنا أول هدف كان ليا هدف إن أنا أعلم اللاعب إزاي ثقافة المكسب، دي رقم واحد. حتى النهارده بعد المكسب الكبير اللي احنا الحمد لله ربنا اكرمنا فيه، حصلت شويه عقوبات على اللعيب لبعض الاداء اللي غير مقنع في اوقات المباريات. بنعلمهم ازاي ان هم ينسوا على وسيله واحده في المباراه كامله. المقصر حتى كمان اتكلمنا فيها، ما بسيبهاش على طول، اتكلمنا فيها رغم النتيجه. ما فرحناش بالمكسب قد ما فرحنا باداء اللاعبين، وده المهم اللي عندي. انا بعلم ازاي اللاعب يخرج من العباءة بتاعت اللاعب العربي او اللاعب المصري، اللي هو لما يكسب واحد ولا يكسب اثنين يبقى خلص المباراة. لازم لو كسب 5 يكسب 6، ممكن يكسب 7، ممكن يكسب 8. جميل. لانه بغض النظر عن القسم، احنا بنحترم طبعا نادي الاسماعيلي وبنحترم تاريخه وبنحترم لاعبيته، لاعيبة الاسماعيلي، ولكن انت لما بتكون ادائك كويس بتقدر تكسب كتير، اكسب كتير علشان في اوقات ممكن ما تكسبش كتير، انت فاهمني يا كابتن؟ فدي كانت البدايه اللي هي الفكره عندي. المباراه النهارده كانت ما بين فرقه كسبت الفرقه الاهلي السنه اللي فاتت، كانت رايح جاي كسبتهم، ودي كان الهدف ان احنا بنتكلم مع لاعبتنا ازاي فرقه ممكن جيل ممكن يركب جيل بلغه الكوره يا كابتن. ازاي دي حاجه. الحاجه الثانيه المهمه، اللاعبين اللي متواجدين، احنا كنا بنتكلم على، يمكن انا سمعتك اتكلمت على يوسف الكباري وعلى البدري وعلى هشام شعبان وعلى ويوسف علاء، وعندك محمد فخري ومحمد عبد المنعم. لا، عندك ادوات ممكن يتم الاستعانة بها في فتره من الفترات، المهم يكونوا جاهزين. لا، وعندي مفاجاه كويسه النهارده في العربي ده 2001. ده العربي ده 2001. وعندي محمد نصير 99. مش العربي ده بيلعب ناحيه الشمال، يعني هو بيلعب بيمينه بس بيلعب ناحيه الشمال، مظبوط ولا انا غلطان ولا بيلعب ديفندر؟ بيلعب ديفندر دلوقتي. انا في شويه تغييرات في مراكز اللاعبين للي استعانى بيهم في الاماكن اللي احنا متوقعين ان ممكن يكون عندنا هيبقى في احتياجات للفريق الاول. يمكن اعاده صياغه اللعيبه ده 100 100 100 100. يعني انت عايز تقول كده ان في ربط كمان، في ربط طبعا يا كابتن سيد. لا، وفي حاجه مهمه جدا يا كابتن سيد، يعني تخيل انت ما فيش لاعب في العالم دلوقتي بيلعب مركز واحد. الكره بقت كامله، الكره ما ينفعش انك تكون لاعب بتلعب مركز واحد. اقل لعيب الحمد لله وصلت معاه دلوقتي الفرقه انه ممكن يلعب من مركزين لثلاث مراكز، ممكن يكون مميز في مركز ولكن في اوقات احتياجك للتيم بتاعك محتاج انه يلعب في مركز. وحتى اللعيب الصغير لما يطلع الفريق الاول احيانا ممكن يبدا حياته، كلنا لعبنا كده كابتن سيد في مراكز طبعا. فهو ده الهدف، والهدف الاسمى من الموضوع ان احنا المشروع اللي نجحه اللي هو بنفكر ازاي ان احنا نوفر لعيبه للفريق الاول عندهم ثقافه المكسب، عندهم ثقافه تكتيكيه على اعلى مستوى، عندهم الثقافه الانضباطيه من الناحيه الاداريه. وانت طبعا استاذ في الاداره وكنت مدير الكره للفريق الاول وشهدت نجاحات كبيره، علشان كده احنا لما نطلع لك لعيب مرتبط اداريا يا كابتن سيد طبعا التعامل معاه يريحك شويه زي الفل. واحد ما عندوش انتظام
ده خط، ده خط انت ماشي فيه زي الفل، وتكمله للخط اللي رسمه النادي الاهلي او سياسه النادي. خليني اقول لك انا لاحظت حاجه كده وانا بقرا شويه حاجات خاصه بال 97. انت هتلعب المصري الماتش اللي جاي، هو انت القرعه بتاعتك او مشوارك زي الفريق الاول بالظبط؟ زي الفريق الاول بالظبط. اوكي. نفس المباريات بس التواريخ مختلفه. احنا الاهلي لعب الاسماعيلي وبعدين المصري وبعدين حرس الحدود. احنا هنلعب نفس ال طب بتلعب المصري فين بقى؟ بتلعب المصري فين؟ في السويس ان شاء الله، يعني الجدول محطوط لي في السويس. اوكي. وده هيبقى بعد 14 يوم من دلوقتي، في توقف للدوري علشان حته الثلاث لعيبه اللي بيشتروا من الفريق الاول ممكن يكونوا في منتخباتهم، عشان كده وفي توقف المنتخب الاولمبي كمان. اوكي، خليني اقول لك يعني عندك دور فني طبعا مهم قوي وكل حاجه، لكن في دور نفسي. يعني انا اتكلمت على يوسف علاء ومحمد فخري، اللعيب هايل جدا هايل جدا محمد فخري ده. احمد حاتم ده خريج من ناس الاكاديميه بتاعه النادي الاهلي. كريم يحيى والفرماوي، محمد عبد المنعم، يعني كان في قرصة ودني ليه، لكن هو بقى خامه كويسه جدا 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 في الفتره اللي جايه. عندك دور كمان كلامك مع اللعيبه كابتن عادل عبد الرحمن. ماشي يا ابو كباتن، شكلك سايق، توفيق توصل بالسلامة. لا 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 فضل. انا واقف بس انا عايز اقول لك كلمة أخيرة يا كابتن سيد. اتفضل. لعيب الكورة اللي احنا عايزين طموحاتنا ليه في النادي الأهلي ما يبقاش في الملعب بس. اوكي. ده اللي بنشتغل عليه، لازم يكون مثقف. حلو. تحكيميا. حلو. لازم يكون مثقف في حتة الاحتراف علشان تريحك. لأن في كم من اللعيبة ممكن تكون لعيبة كويسة قوي، لكن مخها ممكن ما توصلهاش ان يطلعوا كل اللي عندهم. فالانضباط لو جه من بره الملعب زائد جوه الملعب هتطلع لاعب مميز للنادي الاهلي. اوكي زي الفل. شكرا جزيلا كابتن عادل عبد الرحمن، شكرا للمدير الفني لفريق الشباب. مبروك النهارده مره ثانيه. عايز انزل الصوره بتاعه الفريق المهمه قوي، لان تشكيله الاهلي النهارده كانت مصطفى شوبير ابن كابتن احمد شوبير لحراسه المرمى، كريم يحيى ومحمد